في البداية طبعا عايز اكلمك على الفترة اللي احنا متواجدين فيها كابتن عمرو، مرحلة صعبة وموسم استثنائي ومعسكر مختلف بشكل كبير، بنأهل لموسم جديد وبنستعد لمباراتين يحسموا معانا بطولة الدوري. دوافع اللعيبة مأثر عليكم ازاي؟ انا عارف ان ده حمل كبير عليكم، الموسم ما بيلاحظوا امر، وان انت تأهل لموسم جديد مع مباراتين يحسموا بطولة الدوري امر مهم جدا. لا طبعا احنا السنة دي بنمر بموسم استثنائي طبعا، عشان خاطر طبعا مصر استضافت كأس الأمم الأفريقية وما كانش ده في الحسبان، جه مؤخرا. فطبعا وده بالإضافة ان النادي الأهلي كمان من الأندية اللي هي بتشارك في كذا بطولة، والهدف الأساسي من كل بطولة ان انت طبعا بتنافس وتبقى المنافس الأول في كل بطولة. فطبعا موسم استثنائي للعيبة كلها طبعا وللجهاز الفني وللنادي الأهلي. الأمور كانت طبعا صعبة جدا، موسم فيه إصابات كتير، في حاجات كتير جدا حصلت السنة دي، لكن زي ما احنا متعودين في النادي الأهلي اللعيبة بتبقى قد المسؤولية، والجهاز الفني والإدارة كلنا على قد المسؤولية، بنحاول على قد ما نقدر. بنزعل الناس شوية لكن ده غصب عننا. المواسم اللي فترة اللي فاتت المسابقة فيها لعب كتير، أفريقيا فيها حاجات كتير مختلفة، لكن وكمان شخصية اللعيبة اللي موجودة دلوقتي محتاجين ان احنا الامور تبقى اكتر استقرارا في حتة خلاص. يعني انت بتروح بيتك ما بتبقاش عارف هتلعب بكرة ولا هتريح بالزبط. وده حاجة كمان مختلفة بالناس السنة دي خصوصا يعني، لكن خلاص ده وضع امر واقع احنا بنقابله بكل التركيز. خلاص خدنا اجازه وكنا فنشنا الدوري بطريقه كويسه، كنا بنتمنى ان احنا نكمل الدوري بنفس ما كنا بنفنش بطريقه كانت فيها اكتر جديه وحماس، والفرقه كان خلاص في اندماج وفي تركيز كبير في ان احنا خلاص البطوله. قطعنا طبعا كاس الامم الافريقيه واللعبه اللي راحت المنتخبات، والنهارده يعني طبعا احنا بدلك في البطولة افريقيا، واللعبة بتاعتنا الدولية رجعت بعد ما انا شايف لعبتنا الحمد لله قدوا اداء مميز جدا اللعبة الدولية بتوعنا. فانا شايف ان احنا كمان اللعبة اللي كانت موجودة هنا في المعسكر عملت معسكر، انا يعني احنا يعني بشهادة خبرات لعبة كتير هنا بتلعب لعبة في الدوري الانجليزي، ولعبة زي كابتن احمد فتحي وطبعا رمضان صبحي، ان دي فترة اعداد مرعبة احنا عملناها، وايام يعني عملنا تمرين قوي جدا ما شفناش القوة دي قبل كده. فانا حاسس ان شاء الله ربنا يكرمنا ونرجع من المعسكر ده فرقة مرعبة. يعني الاهلي هيرجع فعلا فرقة مرعبة مع الامكانيات اللي موجودة واللعيبة اللي موجودة، ناقصنا بس ان شاء الله نفنش الدوري. ماتشين الاهلي والزمالك كلنا على قلب رجل واحد، كلنا هدفنا واحد ان احنا نفنش الموسم ده الاول، وتركيزنا الاول يعني ده، وده اللي منصب على 180 دقيقه اللي جايه، وان شاء الله نبقى موفقين باذن واحد احد ان احنا نقدر في الماتشين الجايين نترجم التعب اللي احنا عملناه في المعسكر، وكمان تعب اللعيبه الدوليه اللي كانت موجوده في نترجم تعب اللعيبه الدوليه اللي هي ما خدتش راحه وانضموا لنا طبعا. يعني يمكن اللعيبه لسه، لعيبه المنتخب لسه واصله عمر بالنسبه للمعسكر، وكالعاده استقبال من كل لعيبه النادي الاهلي قابلهم. يمكن مش عايز اتكلم على الظروف اللي حصلت وخروجنا من المنتخب، لكن سؤال كان اتسال للكابتن حسام عاشور، في عدد من العناصر وعدد من اللعيبه لو كانت موجوده عمر في المنتخب الوضع كان يختلف، رؤيتك ايه في هذا الامر؟ انا يعني دايما ما بحبش اتكلم في الحاجات الفنيه، يعني انا بحتفظ وانا اتكلمت طبعا هي طبعا اختيارات، والراجل في اختيارات كانش موفق فيها طبعا، عقب كل بطوله لما بيبقى في مثلا فشل او اخفاق في البطوله بيبقى طبعا بتكتر الاسباب وكده، يعني هو كان امر واقع. لكن فعلا في لعيبه عندنا خصوصا في الاهلي كانت عامله مواسم رائعه، يعني موسم رائع، يعني انا شايف السوليه وهاني وطبعا سوليه وهاني واحمد فتحي ورمضان صبحي، يعني احمد فتحي عنصر لا طول ما هو في الملعب لا لابد طبعا انه موجود لا غنى عنه فعلا، يعني كلمه فتحي ب 100 لعيب دي مش مقوله وخلاص. رمضان صبحي كان لازم يبقى موجود، هاني موسم رائع هو والسوليه طبعا، لكن دي وجهات فنيه يعني وجهات النظر فنيه، يمكن تكون يعني حاجات ممكن كنت بسمع من كوبر، يعني من الحاجات اللي اتعلمتها من كوبر ان في تفاصيل صغيره كده ممكن البني ادم ما ياخدش باله بتبقى سبب نجاح تيم كامل، ممكن تكون دي تفصيله من التفاصيل اللي ما خلتش الامور تكتمل او الدايره تكتمل. لكن انا بقول لهم لسه يعني احنا قدامنا مواسم نتعلم من اخطائنا، المنتخب كله انا شايف اللعيبه اللي موجوده هناك عشان ما اقولش
كله كان عايز يكسب، كله عايز يقدم اعلى حاجه. هي ظروف الكره كده، الكره بتديك في فتره. يمكن احنا في الجابون هناك عملنا بطوله كانت كويسه وبره ارضنا واخفقنا في الاخر. يمكن ان البطوله هنا بدانا البدايه كانت قويه شويه، بس يمكن التوفيق ما ساعدناش. فشايف ان في 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 فرصه تانية لينا ان شاء الله. وخلاص يعني البطوله بقت كل سنتين، التحضيرات خلاص يعني بتبتدي سريع سريع، وان شاء الله يعني نرجع للبطولة أقوى من الأول بإذن الله. يمكن عمرو بدأت بداية مميزة جدا، وزي ما قلت في البداية سوء التوفيق وبدلك عمرو يمكن كان ماشي بشكل مميز جدا، لكن الإصابة دي خلاص بيبقى أمر واقع وقضاء وقدر بالنسبة لعيبة النادي الأهلي. الفترة دي كانت مهمة جدا عمرو بالنسبة لك، اشتغلت على نفسك إزاي؟ لأن محتاجة قلب ودوافع من حديد عمرو. السنة دي أصعب سنة في حياتي، ده ما اقدرش انكر كده، بس يمكن السنه دي تكون السنه دي علمتني حاجات كتير قوي، ممكن اكتر من استفدت ان انا ممكن ما لعبتش، ممكن استفدت اكتر. يعني السنه دي من السنين اللي علمتني في حياتي حاجات كتير قوي. انا ظروف ما ساعدتنيش ورجعت في شهر واحد وتأيدت، ويعني كان انا تحت امر النادي في اي حاجه، يعني النادي شني وكنت كويس والحمد لله، كنت عامل اسم كبير من خلال طبعا ده من خلال النادي الاهلي ومن خلال شعار النادي الاهلي اللي انا بلعب تحت اسمه. بعد كده لما رجعت وخلاص بدات ابقى في فورمه كويسه جدا، والراجل مستر مارتن اللي صارت شافني جدا وكان خلاص اتقيت وموجود في الماتش، جه كلمني كان هيلعبني ماتش حرس حدود. واول ماتش ده كان بعد ما اتقيت على طول، كان بدلك جدا ان انا اتعور قبلها بيومين، حتى انا كلمت نفسي ساعتها كتير يعني، فما اعرفش ده قدر من عند ربنا. طبعا انا لسه صغير من 27 سنه، ما مش هستسلم طبعا، لسه قدامي هنا 8 9 سنين موجود في الكوره، فاقدر ادي ماي ماكسيمم يعني اعلى حاجه عندي فيهم. انت شايف الكوره في ثانيه بتختلف المعايير والمقاييس بتاعه الكوره بتبقى مختلفه جدا، شويه بتجيبك فوق جدا وفي ثانيه ممكن الكره تقلب عليك. فانت لازم تبقى نفس الشخصيه دي اللي تحط نفسك، انت عارف ان الدنيا فيها متغيرات وخصوصا في الكوره، يعني الكوره وارد يحصل فيها كل حاجه. بس انا اللي انا مش هزعل من نفسي فيه اليوم، هاثر في تمريني او هاثر في حق نفسي، وانا طول ما انا ما بعملش كده انا مركز وعارف ان انا اكيد اللي انا عملته الفتره اللي فاتت دي كلها هعوضه ان شاء الله الفتره الجايه باذن الله. كمان يمكن مشاركتك في المباراه الثانيه مباراه نيوبورت كاونتي، طبعا يمكن فرقه كان فيها التحامات كبيره جدا عمرو، فرقه قويه مقارنه بالمباراه الاولى، استفادات كبيره عمرو بالنسبه للمباراه الوديه للنادي الاهلي. الماتش الاولاني طبعا طبيعي ان انت تبدا في تدرج في مستوى، وطبعا دي حاجه معروفه. الماتش الثاني كان قوي جدا مع فرقه من الدوري الانجليزي بتلعب كوره وعندهم معدلات بدنية قوية، التحامات قوية. بالعكس احنا كنا الشوط الاول مميزين جدا 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 وسيطرنا على الماتش كله، ما جاتش غير علينا كرة البينالتي. يعني الحكم اللي كان لنا اكتر من فرصة طول الماتش، تلات اربع كور ليا بدماغي وكورتين لإسلام محارب كورة الحمودي، كنا بنخلق فرص كتير قوي. وبالعكس ده احنا كنا متمرنين الصبح، كان بريتم عالي وهو واتمرنا الصبح وجينا لعبنا الماتش بعد الظهر، فما حد الكواليس دي ما حدش عارف ان احنا بنتمرن من يوم، كل يوم بنتمرن من تمرينتين لثلاث تمارين، فبنلعب بريتم معين. الشوط الثاني الحمد لله ان احمد نزل، الفرقه كلها اتغيرت ونزلت فرقه ثانيه. الحمد لله النادي الاهلي عنده قوام دلوقتي ثلاث فرق مش فرقتين بس، وده المطلوب لان النادي الاهلي بيشارك في بطولات كتير جدا، فمش ما فيش لعيب بيقدر يكمل او اتنين لعيبه في نفس المركز بيقدروا يكملوا. انت بيحصل لك اصابات، بيحصل لك دروبات في المستوى، بيحصل لك لعيبه مجهده، فدايما النادي الاهلي بيبقى عنده تيم واتنين وتلاته، وهو ده اللي مطلوب ان انت يبقى عندك في كل مكان من اتنين لتلات لعيبه مميزين جدا، لانك انت بتشارك لازم يبقى اللي موجود هو الاختلافات بس رقم واحد واتنين وتلاته، ده عند المدرب، لان المدرب دايما بيشوف، ممكن المدرب يجي يشوف عمرو انا بحب شكل عمرو في الملعب او طريقه لعب عمرو دي مناسبه للمدرب اللي موجود، في مدرب تاني يشوف مروان او ازارو او صلاح هو دي طريقه لعبه في الملعب، دي حاجات فنيه بتاعه الجهاز الفني. لكن دايما لازم النادي الاهلي يبقى عنده تيم واثنين وثلاثه موجودين، والناس تبقى فيه عارفه ان في النادي الاهلي. بص انت ممكن تلعب في اي حته تانية ماتشات كتير جدا،
وماتش في النادي الاهلي يعوضك عن 20 ماتش في اي حته. فدايما اللاعب لازم العقليه بتاعته تبقى كده في النادي الاهلي او كمان الاجيال اللي موجوده، لان الاعمار معدل الاعمار السنيه دلوقتي صغير، فانت بالزبط. لازم الناس تبقى عندها العقليه دي وتبقى فاهمه ان اي تمرين او اي ماتش واي مشاركه ليه في النادي الاهلي محسوب عليه، لان انت عايز تصنع تاريخ او تعمل حاجه لنفسك مش هتعرف تعملها غير من المكان ده. هتدور على اي مكان تاني مش هتعمل الربع اللي انت ممكن تعمله هنا في اي مكان تاني. الموسم ده الاستثنائي وبطوله الدوري دي كمان بالتحديد، يعني جمهور النادي الاهلي الدوري اللي فات ده كوم كله والارقام اللي فاتت دي كلها كوم عامله الموسم ده بالنسبه لكل الجماهير. وباكد كمان على كابتن حسام عاشور، قال انا 11 دوري، الدوري ده ان شاء الله يكون الدوري 12 ومختلف، الموضوع مختلف. ده انطباعكم بشكل عام عمرو اكيد؟ لا، الدوري السنه دي فيه تحديات كتير جدا طبعا، في فرقه الزمالك طبعا المنافس التقليدي بتاعك، الفرقه كلها قويه نفسها، بيراميدز طبعا تجربه قويه جدا، جهاز عندهم، جهاز عندهم، لعيبه عندهم، اي حد يتمنى يبقى عنده جهاز فني كويس، اداره محترمه، عنده لعيبه، امكانيات لعيبه كويسه، لعيبه محترفين كويسه. دلوقتي النهارده خلاص الكره كله بدا يبتدي يجيب لعيبه ويدفع، فالنهارده اللعيبه خلاص الدوري المسابقه بدات تبقى قويه. فطبعا وانت بتشارك في بطوله الدوري وبتلحم دوري وبتبقى مطالب بالدوري والافريقيا وبتبقى مطالب بالبطوله العربيه ومطالب بمليون حاجة، فطبيعي يعني طبيعي ان ده فعلا موسم استثنائي. يمكن السنة دي في شحن الجماهيري قوي جدا في الكرة، حلاوة الكرة في الشحن الجماهيري بصراحة. يمكن مفتقدين جمهورنا، خصوصا النادي الاهلي مفتقد جمهوره، العنصر رقم واحد في النادي الاهلي دايما جمهوره هو اللي بيحرك الدنيا كلها، لكن وضع بنتعامل معاه يعني. بالعكس انت لما بتلعب ماتش واثنين وثلاثة واربعة الجمهور وبتاخد على الجمهور، يمكن لما بتيجي تتفاجئ بالجمهور في بطولة افريقيا بتبقى مبسوط، لكن مش زي لما بتبقى متعود ان الجمهور موجود. يعني دي حاجة كمان اللعيبة مفتقدها في الفترة اللي فاتت، يعني لما تطلع طول الماتشات جمهور 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 جمهور، غير لما مرة واحدة تلاقي الجمهور في الملعب، الاحساس بيبقى مختلف. فطبعا احنا بنتمنى ان جمهورنا يرجع من اول وجديد، هيضيف لنا اضافة كبيرة جدا، لكن احنا لغاية النهاردة في الموسم متمسكين بامل الدوري، وان شاء الله باذن الله قدامنا الدوري ولسه الكاس طبعا، فهنعمل طبعا 180 دقيقة بتاعت الدوري ان شاء الله، بنحقق رقم قياسي ولعبة معينة زي الكابتن حسام عاشور، وبتضيف نجمة ليها ورصيد ليها في النادي الاهلي، ونبقى موفقين ان شاء الله لما نرجع مصر في الماتشين باذن الله. على ذكر الجمهور، كالعاده جمهور النادي الاهلي السند والدعم لكل لعيبه النادي الاهلي، وجمهور مستني منك كتير يا عمرو زي ما مستني من كل لعيبه النادي الاهلي، لكن انا بكلمك بالتحديد لو عمرو بيقول رساله لكل جمهور النادي الاهلي بيطمن اللعيبه، يعني بيطمنهم على اللعيبه وبيطمنهم كمان على عمرو جمال تقول لهم. انا بطلب دايما جمهور النادي الاهلي، انا ما قصرتش يوم من ساعه ما دخلت النادي هنا، انا من مش بحبش اقول انا كلمه انا دي، لكن من خلال النادي الاهلي انا دلوقتي تاني هداف الجيل ده، وليا فتره بعيده عن 3 سنه بره، وليا السنه دي ما قدرتش اشارك، وخصوصا اخر 3 4 سنين ما كانتش مشاركاتي بطريقه كبيره، لان نظرا للنادي الاهلي دايما بيسعى ان يتعاقد مع احسن لعيبه في الخط الامامي ده، وده حق مشروع لاي نادي زي النادي الاهلي، نادي كبير، وانا كنت بحط دايما يعني كل طاقتي للتمرين، وكنت دايما الحمد لله ربنا في ماتشات حاسمه جدا وفي بطولات كنت الحمد لله بيبقى ليا كلمه، دايما بسالهم ان هم يبقوا داعمين ليا. انا من الناس اللي هنا من في النادي من عندي 17 سنه، ما بخلتش ساعات، ممكن ابقى مش موافق، راجع من اصابه، بعيد عن ماتشات، لكن كنت الحمد لله دايما اما بنزل كنت بلعب بتحمل مسؤوليه التيشيرت ده اللي انا عرفت قيمته من ساعه ما دخلت النادي. فانا مستني دعمهم ليا ان شاء الله الفتره الجايه، ودعمهم للفرقه كامله طبعا، ده رقم واحد، الفرقه رقم واحد دايما في النادي الاهلي، الفرقه رقم واحد، ما فيش حد بيفكر في نفسه، ما حدش، دايما الناس بتفكر في نفسها عشان خاطر تساعد الفريق مش عشان خاطر تساعدنا، انت يوم ما بتساعد الفريق انت كده ساعدت نفسك 100%. النادي الاهلي دايما ماشي، انت عايز تدخل جوه الصف تساعد ولا مش تساعد، فدايما انا بطلب منهم ان يساعدوا الفرقه، لان احنا اسلحه النادي، يعني ما ينفعش تبقى انت ما بتعمرش سلاحك وعايزه يضرب، انا عايزك دايما معمرني عشان احنا نقدر نبقى موجودين ودايما
واخدين ثقة، وثقة الجمهور بتفرق جدا، يعني بتفرق مع اللعيبة وخصوصا الناس اللي موجودة دلوقتي، لأن الناس دي ما شافتش جمهور النادي بجد. يعني بتشوفه في البطولات الأفريقية أو في ماتشات، أنت بتيجي ماتشات الدوري بتشوف 3000 ولا 4000 لسه ما شافوش جمهور النادي بحق بجد يعني. لكن يعني خلاص السوشيال ميديا بقت هي يعتبر اللي بتوصل الدعم للنادي أو كده، لكن طبعا احنا مستنيين جمهورنا في المدرج داعم للفرقة، وإن شاء الله نفرحهم ببطولة الدوري، والسنة الجاية بإذن الله بعد اللي احنا إن شاء الله اللي بنعمله السنه دي والتحضيرات اللي بنعملها، ان شاء الله نوعدهم ان احنا هنبقى فرقه فعلا مرعبه، هنرجح لهم طموحاتهم باذن الله السنه الجديده ان شاء الله. يا عمرو ترجع من جديد كالعاده باذن الله، تكون متواجد مع فريق النادي الاهلي، تعود الانتصارات والاهداف. جمهور النادي الاهلي محتاج للعيبه، واللعيبه محتاجه لجمهور النادي الاهلي. دي حقيقه.